عندما تتحدث عن الصدق والصراحة والوضوح والحقيقة فاعلم انك ستتحارب من خصومة. السلام عليكم حبايبي حبايبي الحريف في كل مكان، وحشتوني وحشتوني، وجاي لك النهارده بحلقة بقى رومونتادا، حلقة أكثر من رائعة وأخبار مثيرة. ولكن مش هقدر أقول لك يا صديقي قبل ما نبتدي نصلي على الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم، وقبل ما نقول قبل ما نتكلم مش عايز أفكرك دعم لأخوك وحبيبك الحريف الذي يسعى لإسعادك والذي يقصى وصار جهده لإسعادك عشان يجيب لك كل الأخبار المهمة وكل الجديد. ما أقدرش غير أقول لك كل اللي طالبه منك اللي ما اشتركش ينزل الشرك تخبط اللايك المتين دلوقتي، أنا معاك أهو، سمعت صوت اللايك تمام، يبقى نبتدي بأخبارنا وكيان الدراويش والبداية من قلعة الدراويش. بص يا صديقي، امبارح كانت حلقة أكثر من رائعة، الناس كلها شافت احنا شغالين صح، احنا شغالين صح بما يرضي الله. النهارده يعني الاخبار دراويش برضه كالعاده، يوم حلوه ويوم وحش. انا مش عايز حبايبي عشان في ناس بتطلع تزعل تقول لك يا حبيبي هو انت ما عندكش حاجه حلوه، هو انا عندي وانا ما قلتش، انا عايز اقول كل حاجه حلوه، ولكن الاخبار المتاحه هي اللي بنطلع نبثها ونقولها للناس عشان الناس تبقى عارفه الدنيا ماشيه ازاي. طبعا فترة الإعداد وأول تدريبة للكابتن إيهاب جلال هتبقى يوم الاثنين، النهارده فيه مؤتمر، ولكن مؤتمر عداية يعتبر من الآخر يعني عشان ما نضحكش على بعض. والنهارده الكابتن إيهاب جلال هيقعد معاهم عشان يشرح آلية العمل والصفقات اللي النادي هيحتاجها الفترة الجاية. طبعا بالنسبة عشان ناس كتير كلمتني النهارده على موضوع باهر المحمد. بص يا صديقي، احنا قلنا امبارح كابتن علي ابو جريشه طلع قال اللعيبه مستمره مع الفريق حتى اشعار اخر. باهر لو عليه عايز يبايع، ولكن انت الاسماعيلي دلوقتي عندك مشكله في السيوله الماليه. احنا خلصنا الموضوع القيد تمام، ولكن انت محتاج صفقات. حلو، واللي انت ما تعرفوش ان هم مأجلين فترة الاعداد عشان اللعيبة ليها فلوس، هم مش عارفين يوفروا فلوس للعيبة عشان يدوا مرتبات اللعيبة، تمام؟ ففي ازمة مالية في النادي، والدنيا كلها عارفة، مش انا بس اللي عارف، الدنيا كلها عارفة ان في مشكلة مالية في النادي. وطبعا هم بيستعجلوا الانتخابات في اقرب وقت عشان موضوع الدنيا دي، ونشوف اللي هيجي هيقدر يشيله ولا مش هيقدر، تمام؟ بالنسبة للموضوع باهر بقى عشان الموضوع ما يطولش مننا عشان معانا أخبار كتير النهارده. باهر قبل ما يبعتوا القايمة الأولى بتاعت المصري البورسعيدي، باهر اتكلم مع بتوع المصري قال لهم عايزين أوقع المصري، أنا ما عنديش مشكلة، ولكن تدفعوا ال 20 مليون اللي هي قيمة الشرط الجزائي بتاعت الإسماعيلي، الفلوس تخش النادي، أنا أجي المصري ما عنديش أدنى مشكلة. واللاعب ما عندوش ادنى مشكله ان هو لو هيفيد النادي يمشي. عبد الرحمن مجدي بيبحث عن احتراف خارجي بعد غلق الموضوع بتاع ليبيا، بعد موضوع الاهلي الليبي وقفل الموضوع. فعبد الرحمن حابب الاحتراف، مش حابب يقعد في مصر، حابب يلعب بره خارج مصر، فبيبحث هو وكيله على الاحتراف الخارجي، تمام؟ ده بالنسبة ل طبعا الكابتن حمزة الجمل طلع كده خبر كده بيقول لك انا جاي لعروض كتير مصرية وخارج مصر، ولكن انا سعيد ان انا خرجت الاسماعيلي الفترة اللي فاتت والفترة اللي قبلها من الفترة الصعبة اللي كان فيها الاسماعيلي، انا ابن النادي، انا محب للنادي، وبأي وقت النادي هيعوزني هيلاقيني. الراجل الخلوق قال كلام محترم وراجل يعني خدم النادي عشان خاطر النادي. انا عايز اقول لك ان حمزه طوال فتره وجوده في النادي ما كانش بياخد راتب، عشان نبقى واضحين مع بعض، تمام؟ راتب ايهاب جلال مع الاسماعيلي 600,000، تمام؟ عشان برضه تبقى الامور كلها محفوظه. طبعا انا زي ما قلت لك هيجتمعوا النهارده ايهاب
واللجنه الثلاثيه وكابتن اسماعيل حفني عشان يحطوا آلية العمل ويشوفوا هيعملوا ايه الدنيا الجايه الفتره اللي جايه دي، وعشان خاطر موضوع الصفقات وهيحتاجوا مين. طبعا باسم مرسي الاسماعيلي بيحاول يخلص الموضوع معاه بالتراضي ان هو يخلص الموضوع، لعيب هيمشي ويخلصوا موضوع الدنيا بالتراضي، وحمد النقاص طبعا مصمم على مستحقاته عشان يمشي. ده بالنسبه للدنيا في الاسماعيلي. الاسماعيلي وافق على بسق عقد باسم مرسي بالتراضي. تمام، ده بالنسبه لاخبار الدراويش. طبعا زي ما بقول لك يوم الاثنين ان شاء الله اول تدريب للاسماعيلي مع الكابتن ايهاب جلال. تعالى لي بقى عشان في اخبار ثانيه مهمه جدا لابد من حبايب الحديث يعرفوا الدنيا فيها ايه في اجواء الكره المصريه، ويعرفوا الانتقالات الجديده عشان يعرفوا ان احنا برضو كدراويش متاخرين قوي، واحنا من هنا بنحاول ان احنا ايه يعني ايه نزق العجب، يعني احنا من هنا بنحاول ان احنا نزق العجب مش اكتر، عايزين الخير للكيان بس. طبعا بالنسبه لنادي الزمالك، حصل لاعبي الزمالك على راحه طويله بقرار من الجهاز الفني بقياده كوان اوسوريوس المدير الفني للزمالك. الراحه لمده 20 يوم، راحه طويله قوي قبل البدء في الاعداد للموسم الجديد. انا شايف ان انت يعني طويله قوي يا اوسوريوس، 20 يوم كتير كتير يعني كتير على اللعيبه، في اوزان في شغل في حاجات كتير. لما اللعيب يبقى رجله في الملعب يا اخي ريحه من اسبوع ورجعه تاني التمرين واتمرن على يعني 3 ايام في الاسبوع مع مباراه وديه مع بتاع كده، يعني اشتغل على اللعيبه الناشئين شويه عشان لو عندك مشكله في الصفقات وفي الخيط يعني العقليه برضو. يعني انا مش عارف، انا مش شايف عشان ادي للعيبه، انت جاي من بطوله ادي للعيبه 20 يوم عشان تخش عليك، يخش عليك اول 9، طب ما انت كده هتقعد 15 يوم بعد كده ولا 20 يوم والموسم الجديد السيزون الجديد هيبدا، فانت بتضغط نفسك كده. ده ضغط على اللعيبه وضغط على الجهاز. هو برضه ربنا يعين الزمالك عشان الزمالك انا شايفه يعني محتاج جهاز ومحتاج رئيس ومحتاج فلوس زي الاسماعيلي وزي انديه كتير شعبيه. عشان كده بنقول الانديه الشعبيه الانديه الجماهيريه وزير الشباب مش عارف. الونش يحتفل بمرور 7 سنوات داخل جدران الزمالك. الراجل سعيد بوجوده. انا بحب اللعيبه اللي بتنتمي للنادي، بس اتمنى زي ما انت بتحتفل وتبقى سعيد بوجودك جوه الكيان، مش في اقرب بنطه تتعامل معاك تعمل كده للكيان. طالما بتحب مكان وشايف نفسك متالق فيه خليك فيه، صدقني اقسم بالله. ولكن اللي انا شايفه اليومين دول ان الماده هي كل حاجة، لا يوجد انتماء صراحة كده. كهربا كان يجي الزمالك ويرفع التيشيرت وانا ابن الزمالك وانا من ناشئين الزمالك وانا وراح واخد بعده في 2019 والدعم العالي وقضايا في قضايا في قضايا في قضايا وعلى دماغك. امام عاشور ضرب وليد سليمان وضرب مش عارف مين وشتم من خطيب وشتم مين وقلب الدنيا، وبرضه الاهلي فوق الجميع، الاهلي بطل الارض بطل القرن وكده فاهمني. طب ايه يعني مش فاهم، وانا اهلاوي ومتربي في الاهلي وانا كنت باكل ماكدونالدز وانا نونا في الاهلي وهو بتردعني ريري اهلاوي. يا عم امام عاشور ما علينا عشان ما نخش تفاصيل عشان الناس ما تغلطني، الناس ما تغلطنيش ماشي.
عشان معانا برضه حبايبنا اهلاويه هنا، يعني ما حدش عايز حد يزعل مني ويشيل من حبيبه الحريف. انا يعني ايه فريش مش عصير، لا انا فريش يعني تمام، انا زي الفل تمام. ده بالنسبه لاخبارنا اخبار الزمالك. طبعا الزمالك ارسل القائمه الاوليه لل القائمه الاوليه للفريق الاول النهارده. على راس القائمه دي اللاعب اللي طبعا كانوا هم كان خارج حسابات الزمالك مع سامسون اكينولي، تسجل في القائمه واحتمال يتواجد الموسم الجديد في الزمالك. تعالى بقى عشان خاطر الاهلي واتحاد الكوره والدنيا والكلام الحلو اللي انتوا بتحبوه. كان في لاعب في الاهلي اسمه برونو سابي، جاي من بوليفارد بوليبي. اللاعب ده اتظلم مع الاهلي، حق الله. انا اللاعب ده نجم، انا كنت شايفه نجم، وانا بقول لك اللاعب ده لو كان خد فرصته صح في اي نادي من الانديه الثانيه، انا بقول لك كان تالق، كنت احطه في الاسماعيلي واتفرج عليه، كنت احطه في الاسماعيلي واتفرج على اللاعب. مهاره موجود، هداف بيخلص تمام. برونو سابيو يستعيد فريقه بعد مغادره الاهلي، كان بيلعب فريقه النهارده مباراة وفريقه كسب 6-1 تمام. احرز اللاعب 3 اهداف وتألق وألفت الانظار للناس اللي حواليه، يبقى لعيب مش في اللاعب، يبقى لعيب في اللي مش عارف يسيستم اللاعب. خلاصة الكلام عشان بس ايه، التظلم يستلم استئناف بيراميدز على عقوبة الشحات. رابطة الأندية كانت معاقبة حسين الشحات عشان مباراة الأهلي وبيراميدز بمباراتين إيقاف و20,000 جنيه غرامة تمام، بعد الاعتداء على محمد الشيبي اللاعب المغربي الدولي المغربي. طبعا كان منظر سيء، العالم كله اتفرج على ما يحدث، وطلعوا اتصرفوا في حاره بعد الحادثه وبعد ما الدنيا خلصت. ولكن الاتحاد المغربي ونادي بيراميدز مش عاجبهم العقوبة، وحقه، وفي ناس أهلاوية طلعت قالت العقوبة ضعيفة، كان مفروض ياخد إيقاف 6 مباريات و60,000 جنيه غرامة، ولكن ما حدث غير كده. فطبعا في كلام، والاتحاد المغربي قال لك لو بيراميدز مش عارف يجيب حق ابننا فاحنا هنبعت للفيبا ما يثبت ان اللاعب المحترف المغربي، لاعب المغربي اللي بيلعب في صفوف بيراميدز تعرض للاعتداء من اكثر من لاعب من الاهلي، وليس عشان بس نبقى واضحين مع بعض، وليس ايه الشحات. تعالى بقى في ماتش السوبر اللي كان في الامارات، علي معلول ضرب محمد الشيبي. عشان كده في اضطهاد حاصل الفتره دي بين الانديه بتاعت المغرب والانديه دي بسبب ما يحدث مع لاعبين، فحقهم صراحه، الصح صح والغلط غلط، اللي يزعل من الغلط، ولكن احنا مع الصح، حق حبيب الله. الاهلي يوجه الشكر للسيد عبد الحفيظ، الف سلامه، الف سلامه وحفيظه، وتعيين خالد بيبو كمدير كره للنادي الاهلي.
والله احنا متشكرين لحضرتك يا استاذ سيد، وان شاء الله نشوفك في الافراح المره الجايه باذن الله. ده بالنسبه لاخبار الاهلي. سريعا كده بقى عشان اقول لك على الانتقالات وعلى الصفقات الجديده في الانديه حتى الان، او اللي موجوده اليومين دول، مش هقول لك من فتره. تمام. البنك الاهلي والصفقه الرابعه للبنك الاهلي. طبعا البنك الاهلي تعاقد مع سيرجي ومدبولي فري من الدراويش، وتعاقد مع ايمن اشرف لاعب الاهلي، والصفقه الرابعه هو حارس مرمى المقاولون العرب حسن شاهين. تمام. يعني هو كده عنده مدبولي، سيرجي اكرم، حسن شاهين، وايمن اشرف، اربع صفقات حتى الان. تمام. تعالى بقى عشان اقول لك على الانديه اللي لسه صاعده. بلديه المحله فقير على قده، بيجيب من ديكيرنس برضه، بيجيب من الناس دي عشان هو على قده، عشان برضه نادي شعبي ولسه طالع والميزانيه وبتاع. فهنتكلم في النادي اللي فيه فلوس. تعاقد نادي زد مع الانجولي ديسيلون كاموني لاعب اسوان، كما نجح في التعاقد مع لاعب وسط الدولي الغامبي محمد سوناي لاعب صاحب 19 عام، لاعب جيد بيلعب في غامبيا، لاعب شاطر ممتاز، اكثر ممتاز، سنه صغير. والنهارده تعاقد مع اللاعب معاطي مغاسة لاعب الجمارك الموريتاني، عنده 19 سنه. مش عارف ليه كيفهم ان هم يجيبوا العيال الصغيره، ولكن اللعيبه انا شفتهم في الصور اجسامهم غير طبيعيه. تمام. دي بالنسبه للصفقات اللي لسه متعاقدينها، لسه كانت شغاله امبارح واهو. تمام. سريعا كده، في مباراتين النهارده في البطوله العربيه. السد القطر هيقابل الشرطه العراقي في السادسه، وفي المساء والسهره في التاسعه الاتحاد والهلال. اكيد مباراه اكثر من رائعه. عايزك يا صديقي تستمتع النهارده بالبطوله العربيه، الاتحاد وكريم بنزيما والهلال، والدنيا هتكون في حته ثانيه النهارده. عايزك تستمتع يا صديقي بهذا اللقاء، وبكره تنتظرني. لو عجبتك الحلقه يا صديقي لا تبخل على حبيبك الحبيب بالدعم والاشتراك، ما اشتركش واللايك الجميل. مش هقدر غير اقول لك اتمنى من كل حلقه عجبتك، اتمنى من كل حبايبي في كل مكان يوم سعيد. ما اقدرش غير اقول لك انتظرني يا صديقي غدا في حلقه واخبار اكثر اثاره واكثر متعه، وان شاء الله نكون مع بعض غدا في حلقه اكثر اثاره واكثر متعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.